الحكم اليوم الحكم الساحة. تنطلق الآن المباراة لمصلحة المنتخب الجزائري. الكرة منقولة في الجهة اليسرى، الانطلاق الحاضر محمد مسعود يحاول المرور، طالت على محمد وإلى خارج أرضية الملعب. سيكون معكم في الوصف والتعليق فهد بن مطلق العنزي متمنيا أن نشاهد مباراة جميلة ومثيرة بين كلا المنتخبين، والمتوقع إن شاء الله أن تكون جميلة بين كلا 1983. والانطلاق الآن، جورس يحاول المرور، لا تزال جورس تسديد، جورس روحوا، جول أول في الدقيقة 25 للمنتخب الجزائري. جورس روحو مع فرحة من قبل الجماهير الجزائرية الحاضرة في ملعب المباراة. جورس روحو يستطيع التسجيل، يستطيع تسجيل الهدف الأول لمصلحة المنتخب الجزائري. واحد المنتخب الجزائري، هذه الكرة الماضية كرة جورس، وانطلاقة جورس ومرور جورس وتسديدة جورس، ويسار دريبي، جول لمصلحة المنتخب الجزائري. الهدف الأول يأتي عن طريق جورس روحو لاعب المنتخب الجزائري. واحد المنتخب الجزائري، لا شيء المنتخب الليبي في موجه.